الهمسات نورس على صدر البحر فارد جناحه يغني على مركب صبر مرتاح ملاحه نورس على صدر البحر فارد جناحه يغني على مركب صبر مرتاح ملاحه شال الزمان شاله والموج والمرسات مواله شال الزمان شاله والموج والمرسات مواله والشمس والصبح الهني عصافير سمرة وسوساني وحباب مرتاح والشمس والصبح الهني عصافير سمرة وسوساني وحباب مرتاح وحباب مرتاح وحباب مرتاحوا وحباب مرتاحوا مرتاحوا في راس بدون نظارة ما فيك تمشي عادة؟ أنا عندي مشكلة بالضوء ما فيني أمشي أبدا بدون نظارة شمسية. شوف الممثل دائما لما بيستخدم هيك شيء ما بتحرك فيه بده عكاز أبدا. في راس إبراهيم ما بده عكاز. لا 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 أطلاق. بدنا نروح للممثل. يلا. المرسات رميناها عند أول شخصية عملتها في المسرح في التلفزيون في السينما في أول شيء أنت مثلته بالبيت قدام أهلك قدام بالفراس بالحارة بمصياب باللادية ما بعرف وين المرسات المثل لا أنا الياس ما كنت مثل وأنا صغير أبدا يعني ولا مرة حاولت أني أنا أعمل مشهد تمثيلي فني يعني ربما تمثيلي مثل كل الأطفال مسلوا على أهلهم أو بيتمسكنوا أو بيعملوا أو بده ينام عند بجده فيعمل حاله مريض مثلا هذا مواضيع بيعملها كل الأطفال كان موهوب أو غير موهوب لكن أنا بتذكر أنه كنت مهووس بالفنانين يعني لما كنا نروح على مصر أعرف أنه بيت فريد شوقي هون بالمعمورة كان عنده بيت بالمعمورة أنت بتتخيل أني أنا انزل من أبو قير على المعمورة هي 10 دقائق فوت أحجز تذكرة كان في دخول للمعمورة لأنه يا بلاج كان كتير شهير كل المدن اللي بمصر هلا ما كانت موجودة المعمورة والعجمي كانوا هن أهم يعني أماكن اصطياف وكان معظم النجوم يعني يقيموا بالمعمورة أنا بضل 7 ساعات 8 ساعات أنتظر فريد شوقي ليطلع من البيت أحياناً ما يطلع من البيت ما يطلع يعني واحد عم يصيف ما يطلع من البيت أو يمكن البلكون اللي أنا قاعد اللي هو في شرفة تانية على مكان آخر هو قاعد فيه وانزعج وأرجع أحياناً أني ما شفت فريد شوقي يقولوا لي هاد بيت أخو فؤاد المهندس بدي روح شوف أخو فؤاد المهندس هاي سيارة ماجد الخطيب عم أقول لك وأنا طفل فكنت مهول يعني مثلا شفت سعاد حسني مرة بكافتيريا بالإسكندرية قاعدة مع حدا ضليت تحت الشباك لازق أنا سنوات يعني كنت أتحرك أهلي كانوا يتركوني بـ7 سنين بـ8 سنين أحجز وأنزل أنزل لحالي وأمشي يعني ما كنت طفل وين رايح وما وين رايح وكان لا 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 يعني وخاصة انفراس يعني إنه روح ضليت شيء يمكن ساعة ونص عاملها هيك بعدين قالت لي تعال اطلع طلعت قلت لها انت شبه ممثلة
اسمك ايه؟ مثل ما بتعرف مثل ما بوقفونا هلا الاولاد وكذا. قالت لي حبيبي انا سعاد حسن. ما بنسى هاي القصة، فهمت علي كيف؟ لكن انا لما دخلت على موضوع الاحتراف انا انبنيت موسيقيا. فراس قبل ما اروح لموضوع الاحتراف قول انه حدا مثلك عنده هذا الشغف وهو بداخله فنان مولود اساسا، هذا الفنان او هذا الحس اللي له علاقة بفن الممثل او الممثلين او النجوم او الاضواء هو ما عنده اجابة. هيدا انا الموجود بالانسان حول البحث والفضول والاكتشاف والمعرفة هي انا برأيي جزء من حالة بناء شخصي. يعني فراس ابراهيم لما بده يشتغل على مشروع مسلسل، ذكر كنا مرة قعدنا نسوي مشروع مسلسل لمصر بظروف الاحداث والحرب وكذا، ماسك بايدك الكنترول قلت لي بنسوي مسلسل اسمه كنترول. كيف تصنع المظاهرات؟ كيف تجتمع الناس في الشوارع؟ كيف تجي صرت المؤلف انت مكان في مشروع مسلسل توفى المنتج اللي كنا ممكن نشتغل معه؟ تذكر هذا الشغف ليتحقق مشروع بيجي من تفاصيل حياتك، من الموسيقى اللي انت بديت معه. هلا بفهم انك انت بديت ليس مع الممثل، مع الموسيقى. شغفك مع الموسيقى اللي هي تنوعت، غير موضوع اللي حكيت لي عنه أبو فراس والحاح إنك أنت تعمل موسيقي وكذا، علاقتك مع الموسيقى عزيزي. هلا الموسيقى على المستوى الإنساني هي أهم شيء بحياتي، لأنه أنا الموسيقى بعتبرها هي الطبيعة، هي الصوت اللي أنت يعني اللي عم يمشيك اللي عم يسيرك. يعني هلا نحن قاعدين في أكثر من ألف صوت عم نسمع، ألف صوت هو موسيقى. الحفيف هذا موسيقى، أنت بتفكر معه بتسمع، لكن هو بيشكل ذاكرتك السمعية. أنا ذاكرتي السمعية عالية جدا جدا، وطبعا أبو فراس ورفقاته وأصدقائه وفلاته وكذا غزولي هاي القصة. بس أنا بالنهاية طورت ذائقتي الموسيقية، يعني ما تركت أي حدا يخرب لي إذني. يعني أنا عم روح لأسمع الشيء المهم اللي بغزيلي هذا السمع، بغزيلي ثقافة السمع. علاقتي بالموسيقى علاقة راقية جدا، للأسف صارت احترافيا رقم 2 أو 3 بحياتي، لكن إنسانيا هي رقم 1. يعني أنا مهووس بالموسيقى، يعني ما لا يمكن حدا يدعيني على أمسية موسيقية مثلا أو على أوبرا أو على كذا أو على أصوات إلا أنه تلاقيني بالمقدمة، يعني تلاقيني بروح. مثل ما بغذي نظري لأني أنا كمان روح شوف فنون تشكيلية. أنا ماني ممثل جاي يقول 3-4 كلمات ويقولون منيح أو ما يقولون منيح، يضحك ويدمع ويضحك ويبكي. القصة ما أنا بالنسبة إلي هيك، القصة بالنسبة إلي أنه أنا مشروع بالحياة، مشروع. يعني ماني حدا جاي يقول كلمتين ويروح، ما تشوفوني بهذا الحجم بليز. يعني دائما بيقول لك ممثل منيح، بقول له ايه ممثل منيح، عادي اني يكون ممثل منيح. ما هاد عفوا شو بدي اقول لك 3000 ممثل منيح، بس انه حدا منيح هو منيح، هو يكون عنده العناصر الاخرى اللي بتكمل مشروع الممثل. لا مو مشروع الممثل، مشروع البني ادم، مشروع الحياه، مشروع البني ادم. شوف الياس، لما بتبني مشروع البني ادم، يعني لما بتكون بني ادم منيح، بني ادم مكتمل والكمال لله، لكن يعني قدر الامكان انك انت دماغك صح، ثقافيا متنور، احساسك الموسيقي مرهف، موهوب بالشغل، وبالحياة أنت رجل أو أنت امرأة مهمة وفية كذا، تقدر هذا المشروع بناء الإنسان. بعدين بيروح لمهنته ليكون طبيب،
كيف بده يكون طبيب فاشل؟ ليه يكون طبيب فاشل؟ هو بنى حياته بناء مهم لدرجة أنه لما اختار يكون طبيب فصار طبيب مهم. أما صار طبيب مهم وهو مجرم. حكاية سور الصين معروفة حول بناء الإنسان. اخترق السور على ابن المراد، فيما بعد سأل شلون عم يخطف، الحارس عم يخطف قبل ما تبني سور الصين بدك تبني الإنسان اللي بيحكي سورك هو البني آدم. سورك صحيح. في شيء بدي أقوله بالنسبة لي كتير مهم ومحطة كتير عامة بحياتي الشخصية أنا من خلال فراس إبراهيم، رقصة الحبانة. هذا المسلسل اللي أنت اشتغلت فيه شخصية بوهيمية بيعزف جيتار جاي من برا، اللي بينتظروا الناس بكل المسلسل أنه أبوه عم يراسله بده مصاري عنده ظروف كذا. فيما بعد الشخصية اللي وصلت معها هي بتعمل انقلاب كامل في المسلسل، كان هو إنتاج وإخراج يوسف رزق صديقنا. يوسف كان مصر معي كثير أنه هو لازم يكون فراس بالمسلسل. يوسف ما أنه فراس هو اللي بوزع لنا المسلسل، يعني أنا أول عمل اشتغلته تأليف وإخراج يوسف تذكر لعبة الكراسي ودرب التبان، مو كان إلك كمان؟ يعني لعبة الكراسي ودرب التبان يعني حبارة، كنا عائلة فهيم، عائلتي مشاريع اشتغلنا نحن بيوسف. بس أنا كنت عم بحكي عن الجانب المهم أنه هذا العمل اللي كان ينتج كان حدا وراء هو نجم. يعني فراس إبراهيم كنا نعرفه بأعمال مصرية كتير، كنا نعرفه بخان الحرير، كنا نعرفه بشجرة النرج، كنا نعرفه بمسلسلات مهمة. بس وإجا هون كان عم يسوق هذا العمل، وكان بنفس الوقت يوسف لا أخفيك اللي دائما لما بدنا نكتب لازم يكون فراس. هلا خليني بالجانب الموسيقي. كانت بنتي برقصة الحبارة رولا الله يخليها، وهي عملت مخرجة وعملت أدب إنجليزي وهلا عم تترجم مسلسلات وعملت إذاعات وكذا. هي كانت وقتها ممثلة بدور شخصية بنته العباس نوري وفاء مصري كان تذكر، هي بالعائلة تبعك. نعم. فأنت بتفوت بالمشهد مع الجيتار. كانت مسجلة رولا بمعهد عربي الموسيقى عن صلح الوادي على الكمانجة. صحيح. كان رعد خلف إلي كمانجة. هلا لما سمعت فراس على الجيتار كان قاعد الله يرحمه رفيق سبيعي، والعازف اللي هو اللي كان عم يعمل لك المقطوعة أهم عازف سوري طارق صالحية. صحيح. فتحولت بتأثيرك وتأثير طارق حتى رفيق هو قاعد عزف على الجيتار من كمانجة، وما عاد بدك كمانجة بدك جيتار. شوف الموسيقى فعلا بشخصية هي عندها رغبة بالتمثيل وعندها رغبة بالكتابة فيما بعد وعندها رغبة بالإخراج. الموسيقى حتى اليوم الجيتار الشغف بيجي احيانا من اشخاص من ايحاء، من ثقه، من طريقه، من اتموسفير، من محيط. يعني ما بتعرف كيف بتجي القصه. تصدق كثير ناس بشوفهم بالطريق بيثنوا كثيرا على ادائك الساحر، حتى في الاداء الشعري اللي بيقترب من محمود درويش هو اداء وخال، وبنفس الوقت بتحسهم بدي يقلدوا فراس إبراهيم وكتار. بنفس الوقت كمان بتلاقي حدا عم يجتهد لينقد لحتى يحط العصي بالعجلات حتى ما يتسوق عمل. لأنه أنا بذكر مشروعك كان بمحمود درويش قبل أن يبدأ، كان في ناس عم تحاول بشكل أو بأخر. هي أصلاً الحرب كلها قبل الياس، بعتقد ما في حرب بعد. حديت هذا المشروع وبدك بعد هذا المشروع بعد أو هذا الطموح بعد سامي. محمود درويش ما صار ولا شيء أبداً سلبي. لا طبعاً وقتها هو الحرب صارت لمنعك من تكملة مشروعك. يعني أنا عملت أسمهان وحاصد جوائز أسمهان ولي الرجال، حصد طبعاً. يمكن كل جوائز بكل الدول العربية. العربي أخذت. نعم. بمصر بغض النظر بس نحن أخذنا جائزة السيناريو، جائزة تمثيل، وعلى أسمهان أحمد شاكر أخذ، وشوقي أخذ، وسلاف أخذت. يعني نحن حصدنا كل هال. فأنا اللي بدي يعمل محمود درويش قال لك لا، كمان بده يطلع محمود درويش، وين بده يروح؟ استنى. فرتبوا لي انه مين انت لتعمل محمود درويش؟ يا اخي شو مين انا بالنهايه انا ما عملته ببداياتي، انا عملته بعد ما وصلت لهي المنطقه. وبتعمل شخصيه مش معروفه، بتعمل شخصيه بتخاف. طيب اتركوني اشتغل وانتظروا. لا ما رح نعطيك مجال أصلاً
وتشتغل وتحضر وتعمل. لا لا فهمت. فلذلك اللي عم أقوله إنه ما مهم إنك لحتى تشتغل شغلة إنه النجاح هو النقطة اللي أنت إذا ما وصلت لها لازم تموت. التجربة هي المهم، طريقتك بالتفكير، طريقتك أنت شو بدك تتناول. أنا هذا اللي بدي أقف عن نقطتين مهمين حول محمود درويش. في سلسلة المرسات بالحلقات الأولى كنت مستضيف أو عم حاور الكاتب السوري الكبير مؤلف كاتب سيناريو في حضرة الغياب الكبير حسن يوسف، وأكد هو إعجابه والحالة اللي دخل فيها مع المسلسل ومع المشروع، وفي لقاء أيضا بمكتب وزير الإعلام مع نجدة أنزور مخرج العمل أكد أيضا أهمية التساؤل حول التسويق، حول الشغب والمشاكسة للعمل. أنا برأيي ليس مهم. المهم بيوم الأيام أنا وياك كنا قاعدين بأحد الأماكن على استراد المزة بيجوك من السفارة الفلسطينية بيقولوا نحن لأول مرة سنكرم عمل شخصية محمود درويش بشخص، وجاء السفير اليوم دعوك لأن تكون مكرما من خلال شخصية محمود درويش. أعتقد أن الشأن الفلسطيني الرسمي لما بيكرم أستاذ فراس إبراهيم على محمود درويش هذه نتيجة كبرى، ونتيجة أن اعتراف من الطرف الآخر اللي هو صاحب يعني المكانة والأهمية رغم اللي صار من تساؤلات استفهام أو تعجب. محمود درويش أنا برأيي كان محطة هامة في حياة الأستاذ فراس إبراهيم على مستوى الممثل، على مستوى الأداء، على مستوى تحقيق مشروع إبداعي. هلأ محمود درويش ليس نهاية وليس بداية، هو مرحلة من المراحل. ما كثير أنا بدي أقول أنه النجاح هو بيكون مرتبط في عمل واحد، نجاحات حقيقة أستاذ فراس إبراهيم كثيرة. لنرجع للنجاح الأول أو البصمة الأولى، العمل الأول اللي كان بحياة أو بمراسي فراس إبراهيم الاحترافية، يعني بعد التخرج أنا سافرت على مصر مباشرة. التخرج خلينا نحكي يعني ايه؟ أول مرة بوقفت مسرت فيه بالمعهد. جيت طالب على لأنه أنا رحت أصلاً رحت على المعهد العالي للفنون المسرحية على أنه معهد موسيقى. تعرف أنا سألت وين المعهد العالي للموسيقى، قالوا لي بدمر. واحد قال لي بدمر، ما بيعرف شو معهد، شو بيعرف فنون. رحت قلت لهم معهد عالي للموسيقى، قالوا لي لا بسوريا ما في معهد عالي للموسيقى، في معهد مدرسين يعني اعداد مدرسين سنتين. صحيح. انا قلت ما بدي سنتين. صحيح. لا هون شو، قالوا لي معهد عالي فنون مسرحيه تمثيل واخراج. قلت لهم في موسيقى، قالوا لي طبعا في موسيقى صرخ الوادي والهام ابو السعود. وقلت لهم يلا وقدمت، والحقيقه ونجحت، كنت من الاوائل المقبولين. واكتشفت انه انا مكانك هذا عالمي. يعني كمان قلت لك مو دائما عالمك جاهز اللي بتختاره، مو دائما جاهز حابب تشوفه مكان. يعني احيانا ولد انت عم تعلمه نجاره، عم تعلمه بيمسك قلم بيروح بيعمل لك خط، هو لما شاف القلم اكتشف انه هو بيقدر يعمل. صحيح. فأنت مو دائما أول شخص جاهز، مو دائما جاهز. عالي وأنت طالب كنا نعمل سكتشات. بس مرة عملت، كان إيليا قجميني بالسنة الأولى وعملنا جلجامش. أنا عملت أنكيدو. قال بدنا نعمل، هو مقسمنا لشعبتين، بأحد الشعب طلب منا أنه نعمل تلج وعاصفة تلجية بالجسد إيمائي. فأنا ربيان بمصياف بارد، تعرف كنا نفتح الباب لاقيه مسكر، يعني ما نقدر نطلع من الباب، يعني كله مسكر هيك. وعاصفة أنا عم شوفها من بلكونتنا الأمامية، وعم شوفها من يعني البلكونة الخلفية، وعم شوفها من السطح. قصدي عندي تصور مذهل للحالة. عملت المشهد، إيليا انصرع، يعني عملت التلج الخفيف، عملت التلج اللي عم يلف مع ما بيعرف مع اللي هو مخرج مسرحي مهم من حلب، وشقيقته الفنانة القديرة فاتن شاهين. إيلين قجميني اسمها الأساسي. ما
مثل ما استاذ فراس قهوجي. فراس ابراهيم قهوجي. فراس ابراهيم قهوجي اسم الفني او الاسم الحقيقي فراس ابراهيم، لكن هو فراس قهوجي. هيلين قجميني هي الفنانه القديره فاتن شاهين، اشتغلت مسرح بحلب واشتغلت بعدين تلفزيون. صحيح. واشتغلنا سوا. تحياتي ل تحياتي ل ايليا ولا ايلين. ايليا قجميني. اسف للمقاطعه بس. ايه فانا لما عملت هذا مشهد الثلج أصر أنه يأخذني على الشعب الثاني ليفرجيهم تلج. أنا شو عامل. أنا رفضت بأمانة. قلت له أرجوك. كثير شفاف. قلت له أرجوك أستاذ. لا يعني ليه مرة؟ لأنه أنا خلص مع شعبتي هدول 5 6 7 شافوك حسيت في نجاح. قصدي لأنه كنت عم بحس كثير بالشيء اللي أنا عملته، فنجح نجاح وبدي فرجيهم إياه. أنت استخدمت ما يسمى في المسرح الذاكرة الانفعالية. دروس ستانسلافسكي. الذاكرة الانفعالية للماضي تستحضر. فأنا هلأ إذا رحت على الشعب الثاني بدي أتذكر المشهد اللي عملته واللي عجب الأستاذ واللي عجب الأستاذ اللي بده ياخذني أعمله في شعب ثاني. فقلت له لا. صورة عن بروفا. أي بالضبط. بس أنا بتذكر إنه هاد الانطباع اللي طلع فيه أستاذ إيليا وقتها. حسيت انه انا يعني على الطريق الصحيح، على يعني لا انا على الطريق الصحيح. انا بدي اقول فراس ابراهيم اللي هو درس في المعهد ولليوم اساتذتك بيحكوا اللي هن زملائك منهم بيغاروا منهم بيحكوا منهم كذا، شو عمل بعد هذا الاحساس بالمسؤوليه؟ المرساة ابحرت الى اين؟ هلا انا بعد السنه الاولى هي درست فيها مع استاذ ايليا وعملنا تخرج الأولى السنة الأولى جلجامش الملحمة. أنا سافرت على مصر، مو بعد التخرج سافرت، بعد السنة الأولى سافرت. رحت بدي أنقل دراستي للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وفعلا يعني دخلت على المعهد إلا أنه كان في تطورات وأحداث سياسية كتير وقصص يعني ما عاد ساعدتني على الاستمرار. قمت رجعت خسرت سنة، يعني دفعتي اللي هي ضحى الدبس وفارس الحلو وخاوندي وأيمن رضا وملك مرقدة هاي المجموعة صارت بالثالثة، وأنا رجعت سنة مع يعني مع زملاء تاني يعني. بس بعد التخرج أيضا سافرت على القاهرة مباشرة، يعني بعد تخرجي بأيام ما اشتغل. لا لا لا، سافرت على القاهرة وسجلت بالدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت الشغل بمصر. الشغل عملت مسلسل لا إله إلا الله مع أحمد طنطاوي، مسلسل تاريخي كان أول عمل إلي بحياتي. بس قبل العمل التلفزيوني اشتغلت بالإذاعة، رشحني دكتور رفيق الصبان مع حسني غنيم المخرج الشهير بإذاعة الشرق الأوسط لمجموعة سهرات مع حسني غنيم، واشتغلت مع أهم نجوم مصر بالإذاعة قبل حتى ما أعمل لا إله إلا الله، وكان بالخمسة وثمانين عم تحكي، يعني كان عمري يعني 21 سنة. أنا دخلت على المعهد عمري 17 سنة، فواحد وعشرين سنة كنت أنا أمام أمينة رزق وأمام أحمد مرعي وأمام أثر الحكيم، يعني قصدي كان في كوكبة تحية كاريوكا ومجموعة كبيرة كتير اشتغلت معهم، وهون صرت فراس إبراهيم أصلاً. إيناس جوهر تعرف اللي بتعرف سعيد صالح بالعيال كبرت لما بيقول إيناس جوهر مزار الشرق الأوسط، هي إيناس جوهر اللي كانت معي وكانت هي حبيبتي بالسهرة التلفزيونية، فهي اللي بتقول الشارع لأنه صوتها عظيم. فبتقول إبراهيم صبري إيناس جوهر فراس إيه قهوجي قهوجي إيه ده حسني إيه ده مين فراس أقول إيه لا اللي فراس أنت قول لي الفاميلي يعني. قلت له أنا اسمي فراس إبراهيم قبل ما أقول قهوجي. قال لا إيناس فراس إبراهيم من وراء الكنترول من إذاعة بدل اسم. فقالت إبراهيم صبري إيناس جوهر فراس إبراهيم. أنا طلعت هيك تخيل واحد مو اسم
لعمره 21 22 سنه فراس قهوجي صار فراس ابراهيم. فانا طلعت فيه انه شو القرار اللي اخذته يعني، عرفت؟ وكملت بعدين طيب اذاعه صوت العرب، بعدين لا اله الا الله مع الاستاذ احمد طنطاوي الله يرحمه، بعدين مع نور الدمرداش، استاذ نور الدمرداش برفاعة الطهطاوي، بعدين عملت مجموعه مع مجيدة نجم، عمل يعني عمل اطفال، بعدين مع سيد سعيد عملت اللي عمل مسلسل فيلم القبطان لمحمود عبد العزيز، عملت معه مسلسل و و و و بلشت اشتغل، عرفت كيف؟ سؤال، فراس ابراهيم في مصر احاسيس ممثل سوري مع نجوم مصريين وفيما بعد هو نجم في سوريا، هي العلاقه كيف ممكن تشكل عندنا اليوم في قراءه من فراس؟ الياس المساله بالنسبه لي مختلفه، يعني انا ماني ممثل سوري ونجم سوري طلبوا لمصر فاشتغل فنجح فنجم فعمل علاقات. انا مصر بالنسبه لي هي طفولتي، هي امي، هي ستي، هي خالاتي، هي اولاد خالتي، هي المعموره، هي القطار، هي الترماي اللي كنت اركبه، هي. فانا بالنسبه لي مصر جزء من 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 شيء مهم كتير بحياتي. لذلك لما انا اشتغلت وانشهرت ما كان عندي اي احساس انه انا عم بنتقل حقيقي لبلد تاني. نوه هيك شيء بسيط يمكن انت تشوف هذا الشيء امر طبيعي. احنا كممثلين سوريين موجودين في النقابة وقاعدين وكذا، كان بالنسبه لنا دائما انه ما في مسلسل سوري عم نعرضه بمصر، دائما اعمال مصريه بتنعرض بالعالم العربي ومنها سوريا. كان في عندنا استغراب انه ممثل سوري ناجح في مصر، هيك الفكره احساسا انه انت رفينا هون. بس انا بتعرف شو كانت الشعور، كانت الفكره انه بالمصر يعني. بس الياس كانت الفكره بالنسبه لي غير النجاح بمصر، بدلت بين البيئه. انا يعني ما نفهم هاي القصه. انا ابن مصر طبعا، مثل ما انا ابن سوريا، يعني عشت هلا 10 سنين الاخيره بمصر، كنت عايش كبني ادم بمصر، كمواطن مصر. بمصر عايش بيت وقعد وشغل ومكتب، بس ما كان عندي إحساس أنه أنا إذا موجود بمصر فلازم أشتغل بمصر. يعني ممكن ما أشتغل بمصر، ممكن أفتح مطعم بمصر إذا بدك، ما عندي مشكلة. يعني هلا ممثل ليلة يروح على مصر إذا ما بده يشتغل من زملائنا طبعا، إذا ما طلبوا ما بيروح. أما أنا عايش، أنا بقدر عيش بمصر مثل ما بعيش بسوريا بدون إحساس أنه يترتب على مصر الاحتفاء بي يوميا وتشغيلي يوميا، لأنه أنا نجم في سوريا فيجب أن أعمل في الإحساس هذا غير موجود. حقيقة عرفت السنوات هي الأخيرة مشكورة صديقتنا جيلنار الذهبي موجودة بمصر، تقولي تعال بس اقعد، مكانك موجود، المكتب موجود، انت بس ان وجدت كاتب سيناريو كممثل رح تلاقي الابواب مفتوحه. لان ما بقدر روح الانسان عيني يكون مطلوب لعمل، يا اكتب العمل يا بيخرج، لانك انت جاي من بيئه ثانيه ومن مكان اخر وما عندك اي محيط. تمام، اللي كل شيء مامن لك تعال بضيافتنا بكذا، هذا الشعور عم تحكيه. اما انا محيطي طبعا، يعني انا ما مطلوب حتى يطلبوك تشتغل. انا تشتغل محيطي بالعكس، انت بتعرف شو بصير؟ بيتصلوا فيني بيقولوا لي كيف بدنا نجيب عابد فهد؟ تمام؟ هلا ممكن انا وعابد نعمل نفس الدور يعني عمليا. بقول لهم يلا. ياما اسالوا هاي العابد، يعني عابد في ناس كذا. باسم ما بتأثر، باسم ياخر مثلا. اصدقائي كيف بدنا نوصل لجمال سليمان؟ كيف بدنا نوصل؟ انا دائما ما بقول لهم انه ليش؟ طيب انا موجود. لا لا مو بلا، انه يعني انا موجود. طب انت عم تحكي مع مين؟ يعني انت عم تحكي مع فراس ابراهيم بالنهايه، عم تسالوا عن عابد فهد بعد اسمهان فرضا، ما نحن ابطال اسمهان وانا منتج اسمهان وانا عفوا اللي رشحت عابد. بيرجع بيقول لك بما انه انا صديق عابد بسالك عن عابد، بسالك عن باسم، بسالك عن باسل الخياط، بسال. انا قاعد عم اقول لهم اوكي، وبتصل وببعث رسائل وبقول لهم احكوا مع فلان وطلب أجر هيك وعمل كذا. وأنا بالنهاية صدقا لا يعنيني أبدا
أنا بحب طبعاً أشتغل وبحب نجم جبناك. لكن لا بدي أكمل لك، لكن المسألة ليست بذات الأهمية أني أنا غريب جاي أشتغل بهذا المكان. أنت مكانك في كل وقت موجود، القلب بذاكرة بالحب، جبناك من دمشق من سياف لهون، تعبناك شوي، بدنا نكمل حوارنا على مائدة فطور أنا وياك إذا بتحب. ممكن؟ يلا نرمي المرساد، مع أني ما بحب أحكي وأنا عم باكل، بس ناكل لقمة أو مخلوق، بس أنت عم تكسر كل القواعد. تفضل.